بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيد الرئيس، سيد الوزير، سادة الوزراء، سيدات والسادة النواب. الحقيقة هذا السؤال يتكرر كل موسم حج، نفس السؤال نفس الجواب نفس معاناة الحجاج بل تزيد. أنا أنقل لكم الصورة سيد الوزير من موقع المعاين، من موقع المشاهد، من موقع الزائر لأماكن الإقامة ديال البعثة المغربية للحجاج المغاربة في ميناء. أتأسف أن أقول أن بعض الحجاج عوض أن ينشغلوا بالتلبية وبالذكر وبالتهليل اضطروا السيد الوزير المحترم أن يرفعوا الشعارات، وكانوا مضطرين لذلك. نعم الحج جهاد، الحج صبر، ولكن حينما يتعلق الأمر فعلاقته مع المشاعر اللي فيها واحد النوع من التعب، واحد النوع من الإرهاق، واحد النوع من الإجهاد، يقبل الأمر. أما وإن تعلق الأمر بالإرهاق الذي يتسببه المسؤولون أو يتسبب فيه البشر فهذا ما لا يمكن أن يقبل على الإطلاق. أقول بأن ظروف الإقامة وظروف النقل في عمومها، أفتح قوس لكي أحيي وأشد بحرارة على أيدي المؤطرين والمسؤولين اللي كانوا كيتفانوا في أداء المهمة التي من أجلها انتدبوا، من أجلها كانوا في تلك البقاع المقدسة، ولكن مجموعة أخرى للأسف الشديد السيد الوزير، وعندنا قصص وحكايات وروايات وقعت مع مسؤولين في المكاتب ديال البعثة المغربية للأسف الشديد. كاين لا مبالاة، أنا تواصلت مع مجموعة من الحجاج وكتبوا تقارير، وزرت مجموعة من الناس الذين عانوا وأخذت لهم صور. يكفي أن مجموعة من الحجاج كانوا مقيمين في المطابخ ديال المخيمات ديال المنن ذكورا وإناثا. نتمنى أن لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا. كاين صور أخرى من طرق أبواب المسؤولين ديال البعثة المغربية ولا من يجيب. سيد نائب انتهى الوقت، للأسف الشديد انتهى الوقت.